بين عام مغادر وعام جديد يغير الله الأحوال من حال إلى حال. بالأمس كان التقويم محملا ب 360 ورقة، أين ذهبت تلك الأوراق؟ ليست القضية ورق التقويم، بل أيام مضت وأعمال دونت وصحائف طويت. أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بمقادير مكتوبة لا يعلمها إلا الله. أكرموا من تحبون بكلمات جميلة وأفعال أجمل، ابتسموا وتناسوا أوجاعكم، تسامحوا وعفوا واصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تمضي بنا أيام العمر سراعا، فما الحياة سوى رحلة نعبرها بقارب الأمل، وأثناء عبورنا قد نضحك وقد نبكي، نفرح ونحزن، وقد نلاقي أحبابا ونودع آخرين، وقد تتجمد مشاعرنا فلا يكون لصوت المشاعر صدى. وهكذا الأيام تمضي والسنين، ها هي سنة قادمة 1442. يا رب بشرنا بما يسرنا، وادفع عنا ما يضرنا، وغير أحوالنا إلى أحسن حال.